اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاستاذ محمد جمال ازيك يا جيمي ازيك يا كابتن حبيبي كله تمام استاذ احمد مجدي ازيك جيمي برضو ازيك يا كابتن <applause> مجدي حلوه برده مجدي ازيك ايه كله تمام الحمد لله جمال واحمد خلوني ابدا معاكم الاول بالمنتخب الوطني و سبحان الله احنا كنا جايين نتكلم عن الاختيارات اللي قد تكون فيها بعض الاختيارات الغير منطقيه ولكن سبحان الله كره القدم والاصابات القدريه بيحصل في حاجات كتير انا شايف كده الاختيارات بقت منطقيه يعني شايف شاوي كده لسه اه يعني في حسين الشحات لسه اه حسين ويعني وكان حارس مرمى بقى يعني غير من وجهه نظري اه كان لابد من وجود بسام من وجهه نظري يعني بسام عواد بسام جنش ابو جبل, جبل. كل دول انا بشوفه افضل من احمد الشناوي وافضل من ابو جبل ويمكن كان ممكن كمان يدخل كمان رامي يعني محمد صبحي كمان مره ثانيه احمد الشناوي واحد من افضل حراس مصر انا مقتنع بهذا الكلام واحد بالفعل هو واحد من افضل حراس مصر ولكن الاصابه اعتقد كانت الاصابه ورغبة بعيد. اصابه ورغبه اللعيب دايما رغبه أوه. دايما برضو انت بتبقى عندك القدره انك انت تقدر ترجع نفسك للكره ثاني ولا انت خدت فرص كتير جدا فرص كبيره مع عندها عندها الامكانيات ان انت تفضل موجود دايما في منتخب مصر يمكن انت من 2012 او من 10 أو 12 سنه انت كنت المفروض ان أنت تكون الحارس الاول لمنتخب مصر بعد عصام الحضري لكن آه. بتضيع فرص كتير منك فبشوف ان الفتره دي يمكن حتى الامم الافريقيه الاخيره لما شفنا حتى الشناوي حصل له اصابه شفنا ابو جبل ركب واشتغل بشكل كويس جدا فتره يمكن بعد كده مستواه تراجع لكن كان قعد فتره في امم افريقيا عمل اسم كبير جدا في القاره انا بشوف ان الاختيارات دلوقتي بالنسبه لروي فيتوريا بشوفها خلاص يمكن بقت كويسه بشكل كبير جدا بعد انضمام <applause> ياسر ابراهيم بشوف ان حتى كان حته انك تختار خط الدفاع كله من بيراميدز انا بشوف ان كان يعني من وجهه نظري مش عشان أنا موجود في النادي الاهلي مثلا كنت بشوف ان اقوى فريق في مصر هو النادي الاهلي يعني بتشوف عبد المنعم بتشوف موجود ياسر ابراهيم بتشوف رامي ربيعه حتى وانت شفت رامي ربيعه وكان موجود معاك المعسكرات اللي فاتت وانت ضميته المعسكرات اللي فاتت انا كنت استغربت من ضم علي جبر وضم اسامه جلال وضم طبعا احمد سامي ووصفه في المؤتمر ان هو الساعه السويسريه شبه احمد سامي ان هو بينافس تعليماته وممكن يكون بينافس تعليماته احمد مستواه حلو جدا لكن يمكن كان مشكلته كلها على علي واسامه، اسامه كان راجع من اصابه لعب ماتشات السوبر كان مستواه مش افضل حاجه، علي جبر بقاله فتره مستواه بعد متذبذب خاصه أن ياسر ابراهيم في اعلى فورمه بالنسبه له في الفتره الحاليه كلهم ولادنا كلهم ولاد منتخب مصر وبالتالي الكل الحقيقه يظل احنا داعمين للكل الحقيقه ولكن نظر بالمناسبه هو احنا احنا دايما هنا بنشيد بفيتوريا ودايما هنا بنشيد بالمنتخب لا لا انا بتكلم ان احنا بنتكلم على اللاعبين فيتوريا على اللاعبين هو انا انا شايف ان هو عنده استراتيجيه كويسه لمنتخب مصر وشايف ان هو الفتره الجايه في امم افريقيا بالقائمه اللي معاه لا يقدر يعمل حاجه انت من اقوى المنتخبات اللي, من من اللي موجوده في امم افريقيا اللي جايه من اقوى المنتخبات ومن اقوى السكواد اللي موجود عندك حظك حلو كمان صلاح جاي لك فايق صلاح جاي واحد عامل فورمه كبيره جدا في الدوري الانجليزي عامل حدث كبير جدا انت بتتكلم على حتى تريزيجيه فايق عمر برموش اللعيبه اللي موجوده في قائمه منتخب مصر او بشوفها في الوقت الحالي حتى لعيبه النادي الاهلي جايه واخده بطوله وجايه و... و... معنوياتها كلها مرتفعه كلهم مستواهم بشكل كويس جدا بشوف ان حتى كل اللاعبين لا الفتره الحاليه انا بشوف المستوى ده هو الافضل الموجود موجود للقائمه يمكن بنتفق نختلف على حارس نتفق نختلف على حسين ولكن انا بشوف ان القائمه في الوقت الحالي يمكن الانسب لحد ما الامم افريقيا اعتقد انه برضو موضوع احمد حسن كوكا يا 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 مجدي هيبقى فارق كتير مع المنتخب لان كنت شايف ان هيبقى له دور مع المنتخب مصر بشكل اساسي احمد نبيل كوكا انا اسف اه كان اعتقد ان كوكا